يا اهلا بكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن الكونستراكتورز في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. زي ما شفنا في الفيديو اللي فات لما كنا بنتكلم عن الاوبجكتس، فعلى طول اول ما بنيجي نكرييت اوبجكت الكونستراكتور على طول بيبتدي يحصل له اكسكيوشن في البرنامج. فاحنا هنا لو بصينا هنلاقي فيه عندنا اتنين كونستراكتور موجودين في البرنامج، الكونستراكتور والكونستراكتور التاني هو ده. دول محصول لهم يعني overloading. هنشرح طبعا overloading لما نيجي نتكلم عن polymorphisms. لكن هنا مثلا هنتخيل ان هما اتنين constructor موجودين في البرنامج عندنا، وشفنا ازاي الconstructor الاولاني في النوع الاولاني اللي هو ما بياخدش variables، يعني ده ما فيهوش خالص variables، وده النوع التاني اللي هو بيقبل variables، يعني بيقبل value وانت بتعمل له calling. فشوفنا ازاي الاولاني لما بنيجي نقول نيو بوينت ومفيش اي فاريبلز بنحطه جواه، ما نحطش اي فاليو، فبالتالي هو على طول اوتوماتيك بيقدر يكسكيوت اللي هو الكونستراكتور اللي هو من غير فاريبل. لكن لما بنيجي مثلا يكون هنا قلنا نيو بوينت وعملنا باسنج لفاليو 10 و20، على طول هو قدر يحط في تمب اكس هنا 10 وبعدين بعد كده تمب واي حط فيها 20، وبعدين النهايه هنا عرفنا ان بعد الاكسكيوشن ان اكس هيبقى فيها، لان اكس هتساوي 10 باكس اللي فيها 10، وبعدين واي هيكون فيها 20. طب ايه الحاجات اللي بتميز الكونستراكتور عن الفانكشنز او الميثودز اللي بتبقى موجوده جوه الكلاس؟ في خاصيتين مهمين جدا. فلو جينا بصينا للكاركترستيك اللي هي الخواص، بتاعت الكونستراكتور في اول واحدة ان هو اول حاجة اللي هو doesn't return، اللي هو الكونستراكتور دايما ما بيرجعش اي value. doesn't return any value. لو جينا بصينا للمثالين اللي موجودين هنا نلاقي على طول public اسم الكونستراكتور على طول، مفيش لا void ولا int ولا اي نوع من انواع types اللي ممكن ترجعها من الفانكشن. فدي اول خاصيه بالنسبه له. تاني خاصيه ان الاسم بتاعه name of constructor لازم يكون exactly matching name بتاع الكلاس. يبقى الكونستراكتور name هو بيساوي الكلاس نيم. دول الخاصيتين. يعني لو جينا بصينا دايما نلاقي ان يعني ده اسمه بوينت والكلاس اسمه بوينت والكونستراكتور التاني اسمه بوينت، كلهم لهم نفس الاسم. فدول الخاصيتين المهمين جدا بالنسبة للكونستراكتور. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.